السلام عليكم، حياكم الله الشباب. كيف حالكم؟ بخير، كل شيء مزيان. عرفت راسي غبرت عليكم، ولكن الله المستعان مع الظروف. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. ومع حديث جديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، جمع يديه بجوج، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما برأسه أو على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري بالروايتين. شرح الحديث. تروي لنا أم المؤمنين زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هذه السنة النبوية الشريفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة إذا أخذ مضجعه يضم كفيه معا ثم ينفخ فيهما نفخا لطيفا بلا ريق في يديه، يجمع يديه بحل بيديه وتنفث في يديه بلا ريق، ويقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سواء نفخ أول أو ثم قرأ عد نفس بحل، لأن الحديث لا يدل على الترتيب والتأخير. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات من القراءة والنفخ والمسح. فوائد الحديث. أولا، قول عائشة رضي الله عنها كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على ذلك كل يوم. ثانيا، تفاضل بعض الآيات من القرآن على بعض، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وصورة الفاتحة هي أفضل صور القرآن، والصور التي وردت في الحديث يدل على فضلها وشرفها هذا الحديث. ثالثا، بيان ما للقرآن من تأثير في حفظ الإنسان بإذن الله تعالى من الجن وسائر الأمراض. رابعا، المسح باليد عند الرقية أقوى في النفع. خامسا، هذا الذكر مع تضمنه للحفظ وتحصين العبد فهو عبادة وقرب لله تعالى وعمل صالح يختم به المسلم ليلته، يختم به الليلة ديالو الذكر. سادسا وأخيرا، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالقول والعمل ما نقوله ونفعله إذا أردنا النوم، وفي ذلك اللجوء التام لله تعالى والنجاة من كل ضرر. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة قولا وفعلا وعملا. نسأل الله تعالى الستر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.